اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض من جميع ذنبي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. ربي ربي أسأت بجهلي وظلمت نفسي من که خودم میدونم چی کردم ظالم به نفسم. اللهم رب الجهر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترزت على عبادك في الصيام صلى على محمد وعلى محمد وارزقني أجر بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا رحمن.